97 بدا برنامج الماجستير في هندسه المياه، ثم تبعه برنامج اخر في علوم المياه، وانشئ في 2001 معهد المياه وغير الاسم الى معهد الدراسات البيئيه والمائيه. بالإضافة إلى المشاريع الأكاديمية والتطوير الأكاديمي، المشاريع اللي نقوم بها أبحثية تلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني، الأبحاث اللي نقوم بها بالتعاون مع العديد من الشركاء العالميين بالأخص الجامعات الهولندية تحاكي مشكلات قطاع المياه، وهذه تم تحديدها من قبل سلطة المياه الفلسطينية ووزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة.